كابتن سمير محمد صلاح حسه القائد والمعلم داخل الملعب كمان. انا بتكلم فنيا داخل الملعب اداؤه مختلف عن كمان بطوله افريقيا اللي فاتت واللي قبلها. الماتشين اللي فاتوا اللي قبل ماتش الكوت ديفوار كان مستواه متواضع. النهارده مستواه مختلف جدا يا اسلام. السؤال اللي انت سالته مهم جدا، كابتن رضا برضو رد عليه جزء منه، ان مفيش معلم تحت الفراوده اللي هو يوصل صلاح ومحمد شريف ومرموش. لا، والنهارده كنا بنلعب بطريقه مختلفه، لكن صلاح هو اللي كان معلم، كان معلم ناحيه اليمين، بيخش ناحيه اليمين وبيكمل وبيدافع وبيروح فيرو التاني. لا، النهارده كان بيقوم بادوار مركبه وبيقدر ان هو بصراحه يستغل كل شبر في الملعب ان هو يفيد منتخب مصر. فالنهارده احنا كنا بنلعب بطريقه معينه، بنلعب بثلاث ديفندرات عشان نقفل نص الملعب وما فيش زياده عدديه تيجي على التلت الدفاع بتاعنا. فمحمد صلاح كان عنده ارتياحيه شويه ان بيربط النهارده كمان مع عمر كمال عبد الواحد، زي ما بنشوف ليفربول النهارده الباك رايت بيشتغل معاه كوينج رايت النهارده، وقام بدور كويس قوي وضيع كوره يمكن اول نص ساعه هو مرموش وشاطها بطريقه يعني شكلها حلو، والجون انقذها، كانت ممكن تصفر على هدف هو مرموش اول 35 دقيقه، كان عامل خطوره. لكن برضه هنا محمد صلاح لعيب كبير ولعيب اي منتخب عامل له حساب، فبتلاقي واحد بيمسكه والتاني وراه، اتنين ماسكينه ومضايقين المساحات عليه وما بيعرفوش يعني بمعنى لغه الكوره كده مضايقينه، عشان كده ساعات كان بيتعطل. يبان ان محمد صلاح مش عايز، شكله قرفان شكله، لا لكن هو مضغوط ومركز كويس قوي ومتحمل مسؤوليه.